فجرنا من بيت نجينا على المخيم زهلا من نعم شيء. تهجرنا بسبب القصف من قريتنا، نزحنا على ريف إدلب والأوضاع صعبة، وعندي بنت معاقة، ما يعدي بنت معاقة بحاجة إلى تركيب أطراف صناعية، بترها صاير عبر الركبة، ظلم التركيب ما يصير إدلب تركية. يعني وقت تمشي بهالحجير تتحذب كثير، ودحكم شلون وضعنا، وهي ما تقدر لا تلحق ربياتها ولا تمشي، وبلش إن شاء الله تقدرون تساعدونا مشان تركيب أطراف مشان تقدر تمشي مثل ربياتها.